الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلماء حصون الدين، ومداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. إن هذه الكلمات هي بعض مما جاء في المأثور بشأن مقام العلماء، ذلك لما لهم من دور كبير في هداية الأمة وإرشادها وصيانتها من الانحراف والضياع والخنون للطاغوت والظلم وإنقاذها من الفساد والتخلف والحرمان. وإذا كان السادة العلماء في بلدنا المحتل البحرين لم يرتضوا لأنفسهم السكوت إزاء ما يشاهدونه من ظلم وحيف وفساد واستبعاد للشعب من قبل تهمة الخليفية الفاسدة والتسلط بالحديد والنار على رقاب الشعب ونهب خيراته وثرواته، فهذا هو العمل بمسؤوليتهم وواجبهم الذي حددته لهم الشريعة المقدسة. فقد قال أمير المؤمنين وإمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: لقد أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كذبة ظالم وسغب مظلوم. إننا في ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، إذ نحيي هذا الشعور بالمسؤولية والذي شاهدناه على طول التاريخ من العلماء العاملين، نجدد موقفنا التضامني مع السادة العلماء المغيبين ظلما في السجون الخليفية، ونؤكد بأن القيد الخليفي الظالم لا بد أن ينكسر، وأن شمس الحرية ستشرق حتما على وطننا الغالي البحرين، شاء من شاء وأبى من أبى، فهذه سنن الله في كونه. إذ قال الحق جل في علاه: وتلك بسم الله الرحمن الرحيم، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، السبت 16 مايو 2015، البحرين المحتلة.